شيت من الاول ومراجعينه بحيث ما يحصلش لخبطه وتبقى السكاشن كلها زي بعضها. كمان السولفد اكزامبل كان موجود بالارقام، فاعتقد ان الجزء اللي فات انتوا هضمتوه كويس ولا مش قوي؟ الجزء بتاع التشيك اوف ستابيليتي للهدار لو انت جيفن القطاع بتاعه والبيانات، مهضوم ولا مش مهضوم؟ مهضوم يا دكتور. تمام. في اي اسئله؟ عشان انا قلت المره اللي فاتت لو في اي اسئله نسالها قبل ما نكمل. هو بس في الهيفنج يا دكتور، في التشيك هيفنج بنفرض الاس بناء على علي صوتك بس شويه الله يخليك. في التشيك هيفنج، تشيك ايه؟ هيفنج مش سامع كويس. التشيك هيفنج في البتاع مثلا الهيفنج ده هنشرحه بالتفصيل تاني، يعني هو ما خدش حقه المرة اللي فاتت وإن شاء الله هنديله حقه المرة دي أو المحاضرة الجاية. النهاردة إحنا المرة اللي فاتت قلنا هنبتدي بالأسهل، إن إحنا عندنا قطاع حد مصممه وإحنا هنرجع عليه نقول هو سيف ولا أنسيف، وقلنا في الحالة دي إحنا ما بنعدلش في التصميم، إحنا بس بنقول القطاع ده سيف أوكي ده أنسيف يعاد التصميم، لكن ما بنعدلش التصميم. النهارده بقى هناخد قطاع كروس سكشن في الشانل، وانا اللي مطلوب مني اصمم وانا اللي هحدد كل حاجه، واثناء ما انا بصمم بعمل شيك على نفسي ولو محتاجه اعدل هعدل. ده الجديد اللي في الجزء بتاع النهارده، ان انا اللي هصمم مش هراجع على حد مصمم، فبالتالي لو طلع عندي حاجه انصيف وانا شغاله ما بسيبهاش لما تبقى سيف واخش على الخطوه اللي بعدها. النقطه دي واضحه؟ ده فرق جوهري، ده اللي هو شيت 4 اللي هينزل لنا. انت بس بيجي لك كروس سكشن للترع للمجرى المائي اللي هيتعمل عنده الهدار، وبيدي لك البيانات كلها، وانت بقى بتعيش حياتك تصمم تختار شكل القطاع شكل الهدار. انت كل حاجه وتعمل عليها تشيك لحد ما توصل للسيف ديزاين. في الحاله دي انا لازم يبقى عندي داتا اوليه، هنشوفها ايه هي الداتا، وبعد كده ببتدي ارسم القطاع. انا رسم امبيريكال يعني حسب الحاجات اللي احنا هنقول عليها، ازاي احسب الدايمنشنز والسمك والاطوال بمعادلات امبيريكال، وبعد كده ابتدي اعمل الديزاين بتاعي، اشوف اعمل تشيك على القطاعات اللي انا فرضتها. وزي ما بنعمل في الخرسانه فرضنا قطاع برينج معين حسب الكود، وبعد كده بنبتدي نعمل تشيك على القطاع ده هيدروليكس الاول، وبعد كده استراكشر، وبعد كده بيطلب مني تفاصيل رسومات تفصيليه للقطاعات اللي انا عملتها دي في اخر مرحله. ايه هي الخطوات اللي بعملها؟ او اول حاجه مهمه بقى في الحاله الجديده بتاعتنا، ان انا ما عنديش الكريست الوير كريست ليفل، مش عندي ارتفاع العتب، مش عندي الهدار نفسه، مش موجود، انا اللي هتخيله وهشوفه هارد برود كريستد وير ولا شارب كريستد وير، فري اوفر فول ولا سب مارجن، انا اللي هختار كل حاجه. فبالتالي اول حاجه عشان ابتدي اشتغل لازم يبقى عندي الهدار، واهم حاجه في الهدار هو منسوب عتب الهدار، منسوبه اللي هو ارتفاع الهدار عن البيد ليفل، عشان ده بيحدد لي فوق الهيد بتاع التصرف. وانس ان انا وصلت للشكل منسوب الهدار هبتدي ارسم البروفايل بتاعي بقى حسب المعادلات اللي هناخدها، وبعد كده ابتدي في خطوات تصميم. بيبقى اول مرحله عندي في الديزاين دي ما كانتش موجوده قبل كده، اللي هو كان مديني كل المناسيب وبالكريست ليفل بالتصرفات وانا بعمل شكل، لا المره دي هو يديني القطاع بس انا اللي احدد الكريست ليفل فين وارتفاعها ومنسوبها قد ايه وعرضها قد ايه، عرض الكريست او طولها قد ايه، كل الكلام ده انا اللي هحدده. فيبقى دي اول خطوه لازم اعملها الاول، وبعد كده ابتدي خطوات التصميم بتاعتي التقليديه. الكلام ده قلناه قبل كده بس بنفكر نفسنا بيه، انه الهيدروليك ديزاين بيشمل ايه والاستراكشر ديزاين. ايه البري ديزاين داتا اللي احنا محتاجينها علشان نبتدي نشتغل؟ محتاجه اعرف البيك ديسشارج اللي ماشي في المجرى المائي ده عند موقع الهدار في اي حالاته، مش بس على مدار السنه، لا في اي سنين. وفي ناس بتضرب الرقم ده في 1.2 عشان تبقى في السيف سايد، لو حصل ستورم او حصل فلود ولا حاجه يبقى معاهم باك اب. في ناس بتعمل 1.2 وفي ناس بتاخد الماكسيمم وتسيبه زي ما هو. ده اهم حاجه، ده بيبقى ميجرد او داتا متحصل عليها من الجهات المسؤوله عن الكلام ده. القطاع في الداون ستريم اللي هو قطاع الكروس سكشن
المناسيب المختلفه الهاي والنورمال واللو، طبيعه الطرب عشان اقدر اعرف منها الهيدروليك كوندكتيفيتي كي والبركوليشن كوفيشنت سي بلاي، وكمان الماتيريال بتاعه الهدار، خرسانه عاديه، خرسانه مسلحه، كسر احجار، طوب، واتيفر. لازم اكون عارفه لانه السبيسيفيك ويت مهمه جدا في الاستراكشر ستابيليتي بتاعي. لما بتكلم اقول اعملي كومبليت هيدروليك ديزاين اللي هي اول خطوه عندنا، ده معناها انك لازم تحسب الديسشارج. لو مش محسوب احيانا بيجيك بعض الداتا وانت اللي بتحسب، داتا خاصه بالمناسيب العاليه وانت بتحسب، لو مش موجوده بتحسبها، موجوده تشتغل عليها. لازم تحسب الهيد الكريست ليفل والارتفاع بتاع المايه او المايه فوق الهدار اللي هي الاتش بتاعت الهدار. لازم الهيدروليك جاب والانرجي لوس، لازم احسب السكور، لازم احسب البركليشن والابليفت، لازم اعمل اصمم السكنس تكون مناسبه لمقاومه الابليفت، لازم اعمل اتاكد ان الديزاين بتاعي سيف اجينست اكزيت جريدينت وهيفنج او بايبنج. كل الكلام ده بس في الجزء بتاع الهيدروليك ديزاين، لسه ما اتكلمتش على الاستراكشر ديزاين. اول ما ابتدي الشغل بتاعي ببتدي بايه؟ بالكروس سيكشن اللي هو مدهوني عند المجرى المائي. هو بيديني كل البيانات او انا بجمعها او انا بعمل باسيمتري وبنزل اقيس الكلام ده وارفعه، وات ايفر. انا ده البدايه بتاعتي، اول خطوه ان انا ابدا بالكروس سيكشن بتاع القطاع بتاعي عند موقع الهدار. ناخد بالنا ان المناسيب اللي موجوده دايما في الكروس سيكشن المعطى هي مناسيب الداون ستريم، يعني لا فيها هيدنج اب ولا فيها تغيير في المناسيب، ده الداون ستريم سيكشن. حتى لو لم يذكر صراحه، دايما القطاع اللي بيعطى بيبقى في داون ستريم الهدار، يعني ده الداون ستريم بتاعي مش الاب ستريم. الاب ستريم ممكن نزود عليه هيدنج اب، ممكن نزود عليه فرق مناسيب، عايزه اعمل فرق يبقى المنسوب هيبقى الفرق عندي في الاب ستريم مش في الداون ستريم. انا محتاجه بقى اعرف كل ده القطاع اللي بيعطى، لازم يبقى معايا بقى المناسيب كلها، لازم اعرف طول الهدار عندي قد ايه، لازم اعرف شكل الكريست عامله ازاي، ريكتانجولر ولا ترابيزويدال ولا تريانجل، لازم اشوف منسوب الكريست فين، ولازم اشوف شكل النوتش. خلينا مبدئيا نقول لو انا عندي قطاع زي ده عايز اعمل عنده هدار، طب عرض الهدار ده عندي البي هنا، عرض القاع 9 متر. نتخيل مع بعض الهدار هيبقى منسوبه فين، ارتفاعه وعرضه بكام اللي هيعدي من عليه المياه في المنطقه دي. حد يفكر معايا كده؟ لو الوير موجود هنا، طبعا الطول بتاع الوير اللي هو لينس اوف وير بيبقى في اتجاه كروس سكشن اللي هو هيعدي عليه المياه، يعني في اتجاه البي بتاعت عرض القاع. فتتخيلوا معايا هل هيبقى بكل القاع ولا اقل من القاع ولا في نص القاع ولا فتحات؟ حد معايا ولا الناس نايمه لسه مصحيتش؟ هو تاني بس يا دكتور. ها تاني 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 السؤال تاني بس. سؤال تاني؟ لا الناس نايمة مش صحية معنا. لا عشان بس مش متخيلها. خلينا نقول انه على شكل اي هدار، المفروض ان انا لما اعمل هدار، قبل ما اعمل هدار كان التشانل قلنا هنا في المنطقة دي والمنطقة دي، ده التشانل العادية، الاوبن تشانل بتاعتي العادية. لما عملت الهدار بقى فيه له عتب هنا، وفي باك ووتر كيرف اتكون، وفي فلو نزل هنا وعمل لي هيدروليك جامب، والكلام ده كله اللي قلناه 3-4 مرات لحد دلوقتي. ارتفاع العتب عن البيد ده اللي هو الكريست هايت اللي احنا بنتكلم عليه، ارتفاع الميه فوق الكريست ده الاتش بتاعت الهدار اللي احنا بنعوض بيها في معادله الهدار. دي المعادله العامه لاي شكل. لما بيجي طبعها على الترابيزويدال على الريكتانجل بيبقى لها معادله خاصه لما بيبقى كل واحده، بس ده الجنرال. الاتش دي هي الاتش اللي فوق الكريست، ارتفاع الهيد الصافي او المايه الصافي فوق الكريست العتب بتاع الهدار. السي ده كوفيشنت اللي هو السي بيج ديسشارج كوفيشنت، ديسشارج كوفيشنت بيتراوح من 6 من 10 ل 65%. احنا واخدينه قبل كده بس برضو في الهيدرا في الفلويد، بس بنرجع عليه تاني.
ال كريست دي هي طول العتب في الاتجاه العمودي على الميه في الاتجاه الطولي، بتساوي ايه بقى؟ هي دي اللي كنت بسأل عليها. ال اللي هي طول العتب اللي هنطلع منها التصرف، طول ده في الاتجاه العمودي، انا عندي ده الكريست عرضها، طولها في الاتجاه العمودي على الميه اللي هو في اتجاه البد، طول البد بتاع المجرى المائي. هي دي ال اللي كنت بسأل عليها، بقول بناخدها كام؟ هل ناخدها البي بتاعت عرض القطاع بعرض عرض القاع في المجرى؟ ده كان السؤال اللي انا سألته قبل كده والناس ما جاوبتش. دي الحالات الخاصة من التصرف، ودي ال اللي بسأل عليها، ودي البي. لو ده عرض المجرى وانا عملت كونتراكشن في الهدار بتاعي، فبيبقى الطول بتاعي اللي بتكلم عليه هو عبارة عن الطول اللي حصل له كونتراكشن، ده اللي بيخش معايا في معادلة الهدار. لو انا ما عملتش كونتراكشن وخدت ال اللي بيساوي بي، هتبقى ال اللي بتاعتي بتساوي بي، وده اوبشن انا كمصمم بختار. يفضل ان انا في الترع الصغيره اسيب نص متر من هنا ونص متر من هنا، يعني اللي البي بتاعتها اقل من 10 متر مثلا، واللي اكتر من 10 متر اسيب متر من هنا ومتر من هنا، عشان اضمن ان الفلو كله هيبقى ستيجي يونيفورم في المنطقه بتاعه الهدار، زي ما هو انا ضامنه ان الفلو ماشي وستيجي يونيفورم في المنطقه دي لما عملت الكونتراكشن، مش والفلوسيتي طبعا منتظمه. ده الافضل وده اللي معظم الناس تشتغل عليه. فبالتالي لو انا عندي القاع بتاع الترع مثلا اقل من 10 زي المثال اللي موجود معانا 9، يبقى ممكن اخد نص متر من هنا ونص متر من هنا، يبقى ال دي 8 متر على سبيل المثال، يعني 15 ناخد واحد واحد بتبقى ال 13 متر. دي السؤال اللي كنت بسال عليه، هل اخد ال اللي بعوض بيها في معادله التسي تشارج كل البي اللي هي عرض المجرى ولا جزء منه؟ إجابة، وأتمنى نكون مركزين لأن دي مهمة جدا. الكلام ده أنت بتعمله لوحدك، محدش بيقولك عليه، يعني أنت بتبتدي تختار. طبعا قنوات الأحسن إن أنا لو أنا شغالة دايفرجن، يعني عايزة أوجه، أخد ريكتانجولر. لو أنا عايزة أعمل ميجرمنت، عايزة أقيس التصرفات على المجرى، يبقى أخد تريانجل. تريانجل بيبقى دقته أكبر في قياس التصرفات، برضو حسب الديزاين بتاعي انا ايه المطلوب مني هعمله. انا دلوقتي عايزه احدد منسوب الكريست ليفل بتاعي ومنسوب وارتفاع الكريست وارتفاع العتب، يعني ارتفاع ادي الهدار اهو، نفترض ده شكل مبسط لهدار، مبسط خالص، ادي جسم الهدار وادي الفلور. الفلور دايما بيبقى السمك بتاعه بسيط في الابستريم، الجزء ده اسمه ابستريم ابرون، الفرشه الاماميه، وده داون ستريم ابرون، وله دايما بيبقى فيه له ثلاثه سمك. السمك الاولاني بيبقى بسيط في حدود 1 متر، السمك اللي في النص بيبقى اكبر واحد لانه بيشيل اكبر اب ليفت موجود، وبعد ما الاب ليفت بيقل بنرجع نقلل السمك تاني لتي 3 بتبقى نسبه، وهناخد الكلام ده العلاقات بينهم شكلها عامل ازاي. الاطوال ال L1 وال T1 دايما بتتفرد رقم امبيريكال علشان هما مش عليهم ستريسز ولا عليهم مشاكل، فانا بفترض ان ال L1 دي لها طول معين وال T1 دي لها سمك معين وببتدي اشتغل. اللي بحتاج يتحسب مني هي ال LS اللي احنا خدناها قبل كده ازاي نحسب الاستور، وال T3 وال T2 وال L2 وال H وال H اللي هي ارتفاع المية والإتش اللي هو ارتفاع الهدار منسوب الكريستيان. طيب دلوقتي أنا عندي المعادلة، ببتدي إزاي الشغل بتاعي؟ أنا جبت البيانات بتاعتي وجبت الكيو ماكسيموم، البي الديسيتشارج للتشانل، هسويها بمعادلة الهدار، ولتكن الهدار اللي عندي على سبيل التبسيط هو هدار ريكتانجلر، ودي المعادلة بتاعتي. الكيو تشانل دي معروفة، أنا جايباها أيساها اتصرفت فيها، يعني السي دي قيمتها معروفة، ال L أنا بحددها بشوف البي وبنقص منها من 1 لـ2 متر حسب عرض القاع بتاعي، الجي الجرافيتيشنال فورس، ال H اللي هي دي، هي دي اللي مجهولة، فبعوض في المعادلة دي كله معلوم ما عدا ال H هي اللي مجهولة،
في الاخر بطلع قيمه الاتش بتاعتي قد ايه من المعادله دي. دي كله معلوم ما عدا الاتش اللي هو ارتفاع منسوب الميه، ارتفاع الميه فوق عتب الهضاب، بطلع منها الاتش من المعادله دي. دي الوحيده المجهوله، بجيب المجهول في طرف طبعا والمعلوم في طرف وبطلع قيمه الاتش. وانس ان انا عرفت الاتش وانا عارفه الدبث بتاعي قد ايه، اقدر اطلع ايه منسوب الارتفاع الهايت بتاع الهضار. هو السهم هنا مش مظبوط، المفروض ينزل لحد القاع، الاتش لحد القاع هنا، ده ارتفاع الهضار. لو انا عارفه المنسوب ده وعرفت الاتش دي، اقدر احدد منسوب الكريست ليفل. يبقى انا كده عرفت الاتش ارتفاع المايه فوق الهضار، قدرت احدد ارتفاع الهضار نفسه. وبفرق المناسيب الاتش دي يساوي الدبس كله ناقص الاتش اللي انا حسبتها. طيب دلوقتي المناسيب انا عندي منسوب البيد، هضيف عليه الارتفاع ده اقدر اطلع منسوب الكريست ليفل. يبقى انا دلوقتي في الاول خطوه خالص، اول تصميم عندي ان انا اطلع الهيد فوق الهضار لانه هيفرق معايا في الحسابات بعد كده، واطلع ارتفاع الهضار ومنسوب الكريست في الهضار. ودي اول خطوه، طبعا القيم معطاه هنا وبطريقة بسيطة تقدر تمشي ورا المحاضرة وتعوض مباشرة. هنراجع تاني على الكلام اللي احنا قلناه على الرسم عشان نوضح بقدام. الأول أنا جبت الكيو تشانل ماكسيمم البيك ديسشارج، بعد كده سويتها بالكيو وير، أدي معادلة الوير، هسويهم الاثنين ببعض. ومن الاثنين الوير بتساوي التشانل بتساوي الديسشارج البيك، بس الاتش هي المجهوله، خلي المجهول في طرف والمعلوم في طرف، ودي المعادله العامه. اقدر اطلع الاتش بمعلوميه الهيد، اقدر اطلع ارتفاع الهضار اللي هو يساوي الجي ووتر ديبس نورمال ووتر ديبس ناقص ارتفاع الميه. الكريست ويدز بي دي بتختلف بقى، لو انا شغاله شارب كريست وير او برود كريستد وير بتبقى علاقه بين الاتش وبين البي، يعني لو هي شارب كريستد او برود كريستد وير. وانت برضو اللي بتختار هل الانسب ان انا اعمل في الموقع دوت برود كريستد وير ولا شارب كريستد وير. علاقه البي يعني ازاي احسب هي شارب ولا برود، هي علاقه بين الاتش اللي انا طلعته وبين عرض الكريست، سمك الكريست من فوق هو اللي بيحدد اذا كان برود كريستد ولا شارب كريستد. يعني السلايد دي هي المعادلات بتاعت السلايد اللي انا شرحتها، ده المعادلات اللي انا عملت بيها الكلام ده، فهمتها لكم الاول. دلوقتي بعوض في المعادلات وبطلع لحد ما طلعت الاتش، واقدر اطلع بقى الكريست ليفل بمعلوميه منسوب البيد ليفل، ازود عليه الاتش سمول، هطلع هقدر اطلع الكريست ليفل. الجزء ده جديد عندنا بالنسبه للي قلنا، يعني احنا الكلام ده ما قلناهوش المره اللي فاتت لان كله كان معطى. المره دي لا، انا اللي بحدد بقى منسوب الكريست والتصرف وكل حاجه. بعد كده ببتدي اختار الاليمنتري بروفايل بتاعي اللي هو جزء منه البي دي، العرض البي. ممكن اختار برود كريست وير بالشكل ده، ممكن اختار جلاسيس وير. جلاسيس وير بيبقى خرسانه مسلحه وبيبقى فيه ميول في الاب ستريم والداون ستريم بالشكل ده، وده احدث انواع الهضرات. ممكن اعمل بالشكل البسيط اللي متعودين عليه، ادي الهضار وادي البيزن بتاعي او القطاع. ده شقاوه كبير اوفر فول، يعني الميه بتمشي هنا وكلها بتعدي الناحيه الثانيه، والمنسوب الكريست ليفل فري في الهواء، ما فيش عليه، مش سبمرجد يعني. ده شارب وكلير اوفر فول في نفس الوقت، ده اشهر حاجه منتشره وقريب من الهضار الفيومي، وده اكتر حاجه بنشتغل عليه في مصر. ده انت برضو بتختار، يعني انت عندك اختيارات ثلاثه، برود كريستد، جلاسيس، شارب كريستد او كلير اوفر فول. انت بتختار الماتيريال، بتختار الشكل، وبتفرض بعد كده بقى تبتدي تختار الابعاد عشان يبقى عندك اليمنتري بروفايل. خلينا نشتغل على رسمه بسيطه زي دي عشان نفهم احنا ازاي بنفرض القيم بتاعتنا. لو انا عندي شكل مبسط زي ده مفيش فرق في المناسيب، ده جسم الهضار البسيط خالص اهو، وادي الاب ستريم وادي الداون ستريم وادي سمك 1 2 3. طب انا عايزه اطلع بقى
عايزه اطلع كل الحاجات اللي مرسومه دي L1 L2 LS T3 T2 T1 X، كل ده انا عايزه اطلعه. هبتدي احسب ال LS الاول لانها هتحدد لي الطول، ومن الطول ابتدي احدد السمك بتاعي. انا قلت ال L1 هنفرضها، ال LS هنحسبها، ال L2 هنحسبها. فنشوف ال LS بنفس الطريقه اللي حسبناها المره اللي فاتت. انا عندي الماكسيمم هاي ووتر ليفل اهو، اب ستريم وداون ستريم، ده اللي هيعمل لي الماكسيمم بالنسبه للسكور. خدنا المعادله المره اللي فاتت، ال سكور بتساوي سي اس في جذر ال اتش اس، وعرفنا ان سي اس نسبه من ال سي بي بتاع سي بلاي كوفيشنت اوف بلاي، وعرفنا ان الاتش اس عباره عن الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص البيزن ليفل اللي هو ده بي ال جي، بيزن ليفل في الداون ستريم ناقص الواي كريتيكال. وخدنا ازاي نجيب الواي كريتيكال من اول الكيو اللي احنا حسبناها، ونجيب كيو بالمتر رن، وبعد كده نعوض في الواي سي، نطلع في المعادله الواي سي. نقدر نبقى عندنا كل المعادله دي معلومه، ادخل على ال اتش اس اعوض هنا وال اس تي اس معلومه، وصلت لقيمه ال ال اس. يبقى اول معلومه مجهول عندي، انا بصمم مفيش حد مديني حاجه، انا اللي هشوف ال ال اس بتساوي كام. في المثال في المحاضره اللي فاتت كانت ال ال اس معطاه، وانا بعمل تشيك عليها هي سيف ولا انسيف. لا، المره دي انا اللي بحدد، هي انا بختار السيف من المعادله على طول، واقول ان ال ال اس المفروض تبقى كذا. يعني انا وانا بصمم باخد السيف من الاول وبعوض في المعادلة، بقى ال LS معلوم. ادي اول حاجة مجهولة عندنا. بالنسبة للسمك احنا قلنا ان ال L1 و T1 الابستريم ابرون يعني ما بتعملش اكتر من حماية، بدل ما ادخل من التراب على طول على المنشأ، بعمل مسافة من الفرشة قبل الهدار عشان الباك ووتر كيف، وعشان اي حاجة هتحصل هنا. فهي ما ملهاش مش كريتيكال بالنسبه لاي حاجه. فبفترض ان ال ال جي في حدود 5 متر، وبفترض ان السمك ده ما يقلش عن 1 متر، وادي اول جزء ال 1 وتي 1 فرضناهم. ال ال اس انا حسبتها خلاص. نشوف بقى ال ال 2. ال ال 2 دي بتتوقف على شكل الهدار. والله لو هو برود كريست دوير هيبقى ال ال 2 بتساوي العرض بتاع الهدار، العرض الهدار البرود. لو هو جليسيس هيبقى الجزء ده مع الجزء اللي مايل هنحسبه. لو هو بالشكل ده هنشوف الميل بتاعي ده دايما 2 رأسي لواحد افقي، وده ما بيقلش عن نص متر. عرض الكريست فوق ما بيقلش عن نص متر في ادي الحالات. لو الهدار كبير بتبقى 1 متر، فانا عندي نص متر وعندي فرق المنسوبين، اقدر اطلع بالميل 2 لـ1، اقدر اطلع ال L2. فال L2 ملهاش قيمه محدده حسب الشكل وحسب نوع الهدار اللي انت بتفرضه او اللي انت عايز تصممه. بتحسب ال L2 من اول البدايه لحد الطول، ده كله ال L2 بتاعنا، شامل الجزء الافقي الكريست والجزء المايل ايا كان شكل الميل. ولو برود كريستد يبقى معايا العرض بتاع البرود كريستد. اخد بالي ان دي ميول خرسانه مش ميول تراب، فبالتالي الميل الراسي بيبقى 2 رأسي الواحد الافقي اقل من الراسي، زي اي ميل خرسانه يعني. واحنا مبحبحين شويه، ممكن تبقى 4 لـ1 بس بنخليها 2 لـ1 عشان لما نيجي نعمل تشيك على الاستريسز على القطاع ده يبقى سيف. مبحبحين ايدنا شويه. يبقى انا عندي دلوقتي ال L2 بحسبها حسب الشكل. انا قلت حاجه تضحك دلوقتي؟ باشمهندسه اللي ضحكت قلت حاجه تضحك؟ باشمهندسه هو ممكن يا دكتور، في حد من بدري عمال ينادي حضرتك. هو ممكن
في حد من بدري عمال ينادي حضرتك، عمال يقول يا دكتور ممكن يكون بعد كده سبت مايك مفتوح. حد كان عايز يسأل؟ لا 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 لا، انا سايب المايك، انا موجود اهو، مش انا اللي ضحكت والله، انا موجود اهو. ده تفسير. لا مش ضحكت يا باشمهندس، في حد بس كان عمال بينده وفي حد ضحك يعني. انا اللي كنت بنده، انا ضحكت. مين بقى؟ مش سامع باشمهندس. انا اللي كنت بنده، لكن مين اللي ضحك مش عارف والله يا دكتور. إيه والله لو انا بقول حاجه تضحك قولوا لي، يمكن انا مش واخده بالي اللي بقوله بيضحك تقريبا. يا دكتور حد كان فتح المايك بيسال بس، وبعدين حد ممكن يكون ضحك جنبه مش اكتر. انا مش راضي اقفل المايك عشان لو حد يسال، بس ممكن اقفله عادي يعني. انا اللي عندي سؤال يا دكتور، لكن انا مش انا اللي ضحكت وانا قاعد لوحدي. اتمنى ده ما اتمنى ناخد بالنا يعني. ممكن تكون غلطة مش أكتر يا دكتور يعني، حد بيضحك جنب، حد كان عايز يسأل سؤال أو أي حاجة فتح المايك مخدش باله كده يعني. احنا قلنا احنا كده خلصنا السكور لينس، بقى ال ال اس موجوده. هنبتدي ندخل على السم تي 1 وتي 2 وتي 3. قلنا تي 1 امبيريكالي بنقلش عن 1 متر، وال ال 1 امبيريكالي بنقلش عن 5. ال ال 2 بنحسبها حسب شكل الهدار بتاعنا. التي 2 بقى بتساوي من 1.8 الجذر ال H maximum في الحالة دي. احنا عارفين ان السمك تي 1 وتي 2 وتي 3 هي مرتبطة بالأبليفت مش مرتبطة بالسكور، دي خاصة بالأبليفت. فاحنا بنشتغل على الكيس بتاعة الماكسيمم H maximum بالنسبة للأبليفت اللي هي حالة الصيانة. واحنا قلت قبل كده ان هي غالبا بتكون حالة الصيانة، بس بنعمل تشيك على كل المناسيب المعطاة بالنسبة لنا عشان ال H maximum هي اللي تشتغل معنا. بنشوف الـ H maximum بتاعتنا، أكبر H عندنا اللي هو أكبر فرق بين الـ upstream والـ downstream هيعمل لي uplift على القاع، وبضرب الجذر بتاعه من 1.8 وبطلع الرقم لأقرب 10 سنتي. يعني محدش يقول لي 198.5، لا 198.5 تبقى 2 متر على طول. 190 كل 10 سنتي مقفولة، مفيش الاثنين والخمسة والواحد، لان احنا بنتكلم في متر، يبقى كل 10 سنتي مناسب جدا، ما بنشتغلش بكسور السنتي كمان. انا بحسب القيمة دي بتطلع زي ما تطلع، تطلع متر 60، تطلع متر 80، تطلع 2 متر 20. طبعا ده بيتوقف على الفرق بين الابرستريم والداونستريم الاتش ماكسيموم، وبرضو بزود شوية ما باخدش بالظبط. ممكن لو انا من 1.8 اخد الواحد، لان الواحد بتيجي تعمل لي لما اجي اعمل تشيك على الابليفت عند القطاع ده بتخلي المواضيع بتخلي القطاع سيف اكتر. لما باخد 8.10 ممكن اضطر ازود، فخليني اخد واحد من الاول وعلشان يبقى التشيك بتاعي سيف مبدئيا يعني. ده انا بقول لكم وانتم بتشغلين، هناخد الواحد في الامان والاقرب 10 سنتي وهطلع التي 2. انا عارفه ان توزيع الابليفت ان هو بيبقى ماكسيمم هنا وبعدين بيقل كل ما بتجه ناحيه الداون ستريم، فمش من المنطقي ان انا لو عندي التي 2 اللي هي مناسبه للابليفت الكبير هنا افضل ما امشيها من الناحيه الاقتصاديه لحد النهايه. فباجي بعد مسافه معينه في النص تقريبا وببتدي اقلل اخفض التي عند مكان يكون الابليفت سيف. في الحالة دي انا باخد التي 3 دي بحوالي 75% التي 2. انا التي 2 طلعت عندي 2 متر مثلا، هاخد دي متر ونص امبيريكال، وبحدد الاكس اللي عندها التي 3 دي سيف، يبقى هي دي الاكس بتاعتي. بالراجع يعني انا بفرض ان انا عندي السمك تي 3 بطلعه بنسبة 3/4 من التي 2، وعند واشوف عند فين هتبقى سيف اقوم احدد المسافة اكس.
ده انا كده حددت تي 1 والتي 2 والتي 3 والال 1 والال اس والال 2، اقدر ارسم بقى البروفايل بتاعي واقدر احسب البروكليشن واقدر احسب السيبج واقدر احسب الابليفت وكل حاجه. لما بعمل ده مراجعه لكل الديزاين اللي احنا هنعمله سيرفيس وسب سيرفيس، خلينا نقول ان احنا ابتدينا اهو عند نفس القطاع الاثنين مع بعض القطاعين. لو انا عايز اجيب السيرفيس بروفايل هيبقى جنرالي بمعادله مانينج بمعادله برنولي واكشوالي بمعادله الهيدروليك جامب عند خلف الهدار. الكلام في الهيدروليك جامب كتير جدا جدا، انا قبل كده كنت بشرحه بالتفصيل انواع الهيدروليك جامب حسب الفرود نمبر، بس انا مش عايزه ادخلكم في الكلام دوت لانه هو مش اساسي بالنسبه لنا ان احنا بندرس الهيدروليك جامب كهيدروليكس. انا الاساس عندي ان بيحصل عندي هيدروليك جامب بعد الهدار نتيجه النزول بسرعه، فبيفقد بيبقى فيه هيد لوس. فاحنا هنشتغل على نوع واحد اللي هي الفري هيدروليك جامب، وبنطلع الكونجكت ديبسز وبنقدر نرسم بالظبط المناسيب بتاعت. طبعا انا عندي زي ما قلت داون ستريم موجه، بالتالي هي الدي بتاعتي او بتاعت النورمال ديبس في الداون ستريم، بتبقى الواي واحد هي اللي مش موجوده، اقدر اطلعها من خلال المعادلات دي، ومن المعادلات دي اقدر احدد الدلتا اي الهيدروليك جامب بتاعتي وطول طول الهيدروليك جامب وارتفاعها بالطريقه اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت. لو انا عايزه اجيب الباك ووتر كيرف فانا عندي معادله بتتحل بالترايل والايرور، ممكن نبص عليها، يعني بتتعمل باكسل شيت. ازاي اقدر اطلع الباك ووتر كيرف لو انا حبيت ارسم الباك ووتر كيرف من النورمال ديبس والنورمال فيلوسيتي للحد ما يبقى الفيلوسيتي زيرو والديبس بيساوي الديبس جاست ابستريم الهدار اللي هو زائد الجزء اللي الزياده نتيجه الباك ووتر كيرف. ده مثال محلول بالارقام ازاي نعمل، ازاي لو عايزين نحسب الباك ووتر كيرف بنحسبه ازاي. بالنسبه للسب سيرفيس فلو بقى، احنا خلاص رسمنا دلوقتي ومعانا البيانات، عايزين بقى نبتدي نشتغل الشغل بتاعنا. احنا بعد ما خلصنا اول حاجه نعملها ايه؟ فكروني كده. دلوقتي احنا خلصنا السكاور لينز سيف حسب المعادله، وفرضنا القيم بتاعت كل السمك وكل الاطوال. المفروض الخطوه اللي بعد كده بقى حسب ما احنا خدنا في التصميم قبل كده نعمل ايه؟ احسب بقى البركوليشن لينس واشوفه. يعني دلوقتي القطاع موجود، هل البركوليشن لينس اللي موجود دلوقتي هيطلع صيف ولا لا؟ دلوقتي انا عندي شكل موجود له ابعاد وله طول وله بركوليشن لينس. اول حاجه هعملها اعمل تشيك على البركوليشن لينس على القطاع الجديد بتاعي باستخدام طبعا معادله بلاي. انا هشوف الثيوريتيكال الاتش ماكسيمم في الحاله اللي احنا قلنا عليها، لو كانت حاله الماكسيمم او حاله ثانيه سي بي معلومه، هطلع ال بي وهعمل هل البركوليشن لينز اللي هو انا ماشي عليه ده، انا ما لحقتش بس احط الاسهم، ده اقل من اكبر من الثيوريتيكال ولا لا؟ لو هو اكبر من الثيوريتيكال يبقى البركوليشن سيف. لو الطول اللي اكشوال اللي انا فرض القطاع بتاعه، انا فرضت كل ده ورسمته تو سكيل، وهبتدي احسب الاطوال عندي، وممكن ال 45 الميل ده اعملها راسيه عادي واحسبها، وممكن اقربها، يعني مش هندقق قوي على الفرق ده ان هو على 45 ونعمل تحت الجذر، لا انا ممكن اخليها اطلع من هنا راسي افقي على طول عشان احسب نفس الكلام كتقريب. يعني هطلع الاطوال دي كلها واحسب واعمل تشيك على الثيوريتيكال. والله لو طلع اكتر من ال ثيوريتيكال ال بلاي يبقى تمام، انا كده تمام مش محتاجه حاجه اضافيه. طب لو طلع اقل، لو طلع اقل يبقى لازم استعمل شيت بايل او استعمل كات اوف عشان اطول البركليشن لينس وافضل وراه لحد ما الاكشوال يبقى
اكبر من الثيوريتيكال. العلامه جي غلط هصلحها، كويس ان انا ما بعتلكوش النهارده. العلامه جي اكبر من او بتساوي الاكشوال، لازم يبقى اكبر من الثيوريتيكال او على الاقل بيساوي لحد ما يبقى سيف في البركليشن. ايه الكات اوف؟ ان انا اجي هنا اعمل ادمه، طبعا بعملها في الداون ستريم عشان تحميلي الاكزيت جريدينت والبايبنج والكلام ده، ما بعملهاش في الاب ستريم، ما بتفرقش معايا. احنا قلنا الاب ستريم كله ما فيش فيه مشاكل خالص، لحد هنا لحد اول هدار انا ما عنديش مشاكل في الجزء ده خالص. المشاكل كلها بتبتدي من اول النقطه دي تو اللي بيحصل عندها ماكسيمم ابليفت، لحد النقطه دي اللي بيحصل عندها ماكسيمم اكزيت جريدينت. فممكن اعمل كات اوف لو المساله الفرق بسيط 5 متر مثلا، بعمل كات اوف الطول بتاعه او العمق ده قد تي 3 مرتين. لو افترضنا ان تي 3 دي متر ونص، اخد التي 4 مثلا 3 متر، والسمك بتاعها من جوه نفس السمك بتاع التي 1 او 1 ونص، واطلع بيها كده، ويبقى كده الجسم الهدار معايا ده جزء منه كله حته واحده. لهذا ده لو الفرق بين الاكشوال والثيوريتيكال فرق بسيط. طب لو فرق كبير، لا هحتاج بقى اعمل شيت فايل، والشيت الفايل انسب مكان لها تحت الهدار، لان ده اللي هيقلل لي الاب ليفت على جسم الهدار عند النقطه دي. لو حطيتها هنا مش هتفرق معايا. الاحسن ان انا احطها عند اول الجزء ده عشان تقلل لي كميه الاب ليفت في الموجوده. ممكن في ناس بتحطها في النص، في ناس بتحطها في الاول، مش هتفرق. هو انسب مكان لو عندي شيت بايل واحد اني احطه تحت جسم الهضار، وما يزيدش عن 7 متر ونص، يعمل لي 15 متر طولي، ضعف الطول في البركليشن. طبعا انا ببقى عندي الفرق وبشوف بطرح الاثنين من بعض واقسم على اثنين، اشوف طول الشيت بايل قد ايه. نفترض ان انا ممكن اعمل شيت بايل زي ده مع كات اوف زي ده، تمام مفيش مشاكل خالص. طب مش هينفع اعمل شيت بايل تاني قرب النهايه، برضو هيقلل لي البركليشن والابليفت، وهيقلل لي هيزود البركليشن ويقلل الابليفت ويقلل الاكزيت جريدينت. فانا في النهايه بيبقى مهم بالنسبه لي ان يبقى فيه كات اوف او شيت بايل علشان الاكزيت جريدينت، وفي نفس الوقت يوفي لي البركليشن. دي بتبقى ترايل وايرور، كل واحد بيقعد يحسبها مع نفسه، بيجرب كذا مره مش من اول مره. احنا بنقول الديزاين ترايل وايرور، احنا بنشوف القيمه قد ايه، وبنشوف المسافه الطول الشيت بايل قد ايه، ولا الكات اوف ينفع ولا لا. ممكن نعمل شيت بايل وجواه كات اوف وتحته شيت بايل كمان، يعني دي فيها حريه. من قواعد الشيت بايل ان انا ما اخليهمش قريبين من بعض، بحيث ان البركليشن يمشي كده على طول. يعني ما ينفعش اجي اعمل شيت بايل هنا يقوم الفلو لما يجي يعمل بركليشن، بدل ما يمشي كده ويطول البركليشن لينس، لا يروح جاي كده وداخل على هنا على طول. ده مش هيفيدني كتير ان انا عملت اتنين شيت بايل، لانه ما حصلش تطويل او الانجيشن للبركليشن لينس بالصوره اللي انا عايزاها. فلازم يبقى المسافة كبيرة كفاية انه البركليشن يلف بالشكل ده. طبعا في الهضرات الكبيرة ممكن اعمل 3 شيت بايل، الكلام ده برضو فيه ترايل وايرور وله قواعد بتحكمه، بس انا بتكلم على الشكل البسيط اللي ممكن نحسبه بايدنا لهضار بسيط على مجرى مائي مش كبير، بيبقى شكله بسيط بالشكل ده. المهم ازاي نعرف نحسب التي، ازاي نعمل التشيك بعد كده على التي دي من الابلر. خلصنا الحدوته دي، مش هنمشي من الخطوه دي الا لما البركليشن لينس يبقى سيف، يعني ان الاكشوال اكبر من الثيوريتيكال او بيساوي. مش زي المره اللي فاتت لما كنا بنعمل تشيك نقول انسيف ونقف ملناش دعوه، لا هنا مش هنسيب الخطوه دي الا لما نتاكد ان هو سيف عشان ننقل على الخطوه اللي بعدها اللي هي حساب حساب الابليفت. لحد هنا ده الجديد في المحاضره بتاعتنا. اللي بعد كده هو كل اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. انا بقى عندي قطاع بس انا اللي اخترته، مش معطى بالنسبه لي. هبتدي ارسم الابليفت دايجرام واحسب بالجدول عند كل نقطه، واجيب النت ابليفت وعند القطاع ده اللي هو عند الطوب، واحسب عند كل نقطه وابتدي ارسم الدايجرام بتاعي. الكريتيكال بالنسبه لي بتاكد الكريتيكال عند النقطه دي، اشوف التي هل التي اللي انا اخترتها
سيف بالنسبه للابليفت اللي عليها ولا لا، هي دي النقطه الكريتيكال بالنسبه لي. بعمل تشيك بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، بس كنا بنقول سيف وان سيف، لا هي لو مش سيف المره دي هنزود السيكنس لحد ما يبقى سيف، مفيش خطوه هنمشي منها الا لما تسيف معانا، لان انا اللي بصمم، والمفروض لو حد هيراجع ورايا يلاقي الشغل سيف، ما ينفعش انا بصمم وحد يراجع يلاقي الشغل ان سيف. فاحنا دلوقتي نفترض ان انا عملت رسمت الابليفت دايجرام بنفس الطريقه اللي احنا رسمناها المره اللي فاتت، وجيت اعمل تشيك عند القطاع ده، طلعت ال تاتو البركليشن عنده وعوضت بيه، وطبعا ناخد بالنا ان احنا بنعوض بالسي بلاي اكشوال مش السي بلاي جيفن، يعني انا بعد ما بطلع القيمه ال الفعليه بطلع السي بي الفعليه، وهي دي اللي بشتغل بيها في حسابات الابليفت. هعمل تشيك هنا، نفترض ان هي طلعت unsafe، هفضل ادور اطلع التي السيف وازودها، ويبقى هي دي تي 3 بتاع التي 2 بتاعتي، وانسى التي 2 اللي انا كنت فرضها خالص، مش همشي من الخطوه دي الا لما اسيف. خلصت فرضت التي 3، عايز احسب الاكس، بفترض ان انا عندي مسافه، اي مسافه اكس بالشكل ده، وبشوف الاتش عندها قد ايه، اللي السمك بتاعها التي 3 ده يوفيها من على الدياجرام بتاع الابليفت، اشوف التي 3 توفي اتش نت قد ايه، واجي عند الدياجرام واقول هي دي المسافه اكس اللي انا محتاجه لها، اللي هيبقى السمك ده سيف بالنسبه للابليفت الموجود. يعني انا دي بجيبها من الراجع بالجدول، بشوف التي 3 لها مقابل اتش نت قد ايه على الدياجرام بتاع الابليفت، وعندها اقدر احدد المسافه اكس دي عشان اقلل السمك، اقل الطول او اقل السمك ما امشيش بيه للاخر. نفس الكلام بالنسبه لو انا عندي، انا ممكن اعمل الكلام ده بقى يعني بعد ما اخلص البركليشن، ممكن بعد ما اعمل تشيك ارجع اغير تاني البركليشن بتاعي، واغير الشيت بايل، واغير الكاتوف عشان يسيف معايا، ممكن احرك الشيت بايل من مكانه عشان اخليه يسيف من غير ما ازود القطاع. فانت بتبقى شغال بالخطوات، رايح راجع بالرايح وبالراجع، لحد ما توصل انه انت عندك تصميم اقتصادي وفي نفس الوقت موفي بالنسبه للسيرش. يعني حتى لو احنا اشتغلنا وسيفنا بريكوليشن، ممكن اقول والله انا لو غيرت الشيت بايل، اجرب كده غير الشيت بايل، ممكن يفرق معايا ويخلي، يعني انا لو قدمت الشيت بايل ده شويه كده لحد النقطه دي، ممكن يخلي الابليفت هنا سيف، السمك سيف، فممكن ارجع تاني احرك في الشيت بايل، احرك في الكاتوف، اعمل اي حاجه، اتاكد الاول ان انا وصلت للسيفتي قبل ما اقرر ان انا اغير ازود السمك بتاعي لو هو انزي. بعد ما بخلص الكلام ده بقدر ارسم بقى الدياجرام، بعمل تشيك على القطاعات، ببقى كده تقريبا انا خلصت الحاجات الاساسيه اللي عندي، مش فاضل لي غير ان انا اعمل تشيك على الاكزيت جريدينت او البايبنج، وان شاء الله ده هتجي في المحاضره الجايه بطريقه غير الفلونت، بطريقه المعادلات، هي عايزه تركيز شويه، فمش راضي اديها في وسط الهيصه دي، هديها المره الجايه واحنا بنعمل تشيك الاستابيليتي، كل انواع التشيكات اللي موجوده عندي علشان اسيف القطاع بتاعي. طبعا انا خلصت كل الهيدروليك ديزاين بتاعي، فاضل بقى الاستراكشر ديزاين اللي احنا عارفينه، ان انا اتاكد، احنا قلنا المره اللي فاتت في اخر سلايد الاوفر تيرنينج والسلايدنج، وعند القطاع ده ما يحصلش سلايدنج، ولا عند القطاع ده يحصل سلايدنج، والتوتال ابليفت يبقى اقل من التوتال ويت، الكلام ده كله بعد ما بنخلص خالص ونسيف ونتاكد ان القطاع سيف هيدروليكس، بنبتدي نعمل تشيك على الاستراكشر، القطاع موجود، بعمل تشيك على الاستراكشر اوفر تيرنينج وسلايدنج واوفر ستريسز وتوتال ستابيليتي ابليفت مع الوزن، وبكده اكون انا خلصت التصميم. بعد ما بخلص الكلام ده برسم قطاع في السنتر لاين بتاع المنشا الهدار، هو مش موجود معايا دلوقتي، هبعته لكم مع المحاضره ازاي، وهتاخدوا ازاي ترسموه في قلب السكشن، هتعملوا السكشن ازاي اعمل قطاع. ازاي ارسم قطاع كامل زي ده،
بالتفاصيل، بالدبش، بالمناسيب، بالابر ستريم، بالداون ستريم. ده بيبقى بنقول عليه قطاع في السنتر لاين بتاع الهدار، قطاع طولي في سنتر لاين الهدار موضح عليه المناسيب والاتربه واعمال الحمايه وكل الكلام ده. ده يعتبر التصميم الكامل للهدار لو انا هصممه فروم سكراتش معايا بس القطاع بتاع المجرى المائي. هيدروليك ديزاين وستراكشر ديزاين ودروينج ديتيلز. يهمني في قبل ما اختم معاكم الجزء دوت ان اقول ايه الفرق بين ده كاتوف بس الفوق وتحته هدار وتحته شيت بايل وهنا في شيت بايل. ليه الكاتوف ممكن اعمله لفوق مش لتحت زي ما انا شرحت؟ لو عندي انا خايف من الابليفت مش من السيبل. لا الحقيقه العتب اللي فوق ده بيبقى علشان اكسر شويه في الهيدروليك جامب الديسيبيشن انرجي، بيشتغل كانرجي ديسيبيتور او بنسميه ستيلنج بيزن. فلما العتب يبقى لفوق او الكاتوف يبقى لفوق بيشتغل معايا تبع الهيدروليك جامب الانرجي لوس شويه او بيزود لو الانرجي لوس اللي هنا مش كفايه ولسه واصله لحد نهايه الابرون بانرجي كبيره، ده بيعمل لي شويه ديسيبيشن. اللي تحت طبعا بيعمل لي تاثير الابليفت وبيعمل لي تاثير الاكزيت جريدينت. الجزء اللي موجود هنا ده بنسميه اعمال حمايه او الريبراب. الريبراب اللي هي انا طبعا منشأ عندي داخل من المنطقه دي للمنطقه دي في تغيرات وفي هيدروليك جامب وفي سيبج وفي تغيرات في السرعه في التصرف وفي المناسيب، يفضل ان انا احمي المجرى المائي قبل ما ادخل على المنشا بمسافه كافيه في الامام والخلف علشان خاطر ما يحصلش اي ما يحصلش اي نحر او ترسيب في المجرى المائي الترابي نفسه. فبنعمل مسافه بتتحسب، ممكن اعمل فيها فلتر، ممكن اعمل فيها دفش بدون مونة، ممكن اعمل فيها دفش بمونة. دي بنسميها ريبراب او اعمال الحماية اللي بنحمي بيها المجرى المائي ابستريم وداون ستريم المنشأ عشان القطاع بتاعه لا يبحر ولا يعني لا يحصل له ترسيب ولا محر في الابستريم وفي الداون ستريم. فدي اسمها اعمال الحماية وبتبقى في ابسط حالتها عبارة عن دفش متر في نص متر في منسوب البد لمسافة كافية. وزي ما قلت قبل كده لو الال سكاور عندي مش كفاية بالنسبة للطول اللي موجود ده ممكن احسب معايا ده الجزء ده ال سكاور، بس ده ما فيش فيه ابليفت وده فيه ابليفت. ولما نيجي نصمم وتقابلنا مشاكل الكلام ده هتقابلنا اكتر في الريجيليتورز. الريجيليتور بيبقى الفرق عليها كبير اكبر من الهدرات بكتير، فساعات ما بنقدرش نطول للفرشة كلها خرسانة، فوقف عند حدود الابليفت واكمل بعد كده بعمل حماية ريبراب. بس نبقى عارفين برضو انه اعمال الحماية دي ممكن تشتغل معايا تكمل الاسكاور لينز التاني لو انا عندي مشكلة في الاسكاور لينز. لحد دلوقتي في حد عنده اي سؤال؟ انا فاضلي بس الاكزيت جريدينت ازاي احسبه لكم وازاي نحسب الكريتيكال اكزيت جريدينت بس بالمعادلات مش بالفلونات. في حد عنده اي استفسار بالنسبة للجزء ده؟ اي سؤال؟ تمام كده يا دكتور. اتفضل. ايوه اتفضل سامعك. هو بيقول تمام كده، بيقول تمام كده. نعم هو بيقول ان هو تمام كده فاهم يعني. انا هرفع لكم المحاضره بعد المحاضره، هرفعها لكم على طول ان شاء الله في خلال ساعه كده. ايوه اللي بيسال بس يعلي صوته عشان الباعه جائلين بره صوتهم اعلى منكم.
هو ما كانش بيسأل يا دكتور، هو كان بيقول لك تمام، بيقول لحضرتك تمام يا دكتور. في حاجة مش واضحة بالنسبة لكم، أنا بحاول أبسط الشرح وأسيب المعلقة والله، ودي مش طبيعتي علشان ما فيش تواصل فيس تو فيس. يعني أنا بذلت مجهود عشان أعمل المحاضرة دي تبقى شبه السولف الإكزامبل وشبه الشيت، ولما تفتحها تقدر تمشي وراها تقدر تحل من غير ما تتوه في النظر. يعني ما قللت النظري خالص وحاولت أشتغل على الخطوات اللي ممكن تساعدك. مش هنزل بقى مثال محلول المرة دي لأن أنت خدت المحاضرة، بس لما تخلصوا الشيت هينزل لكم الشيت محلول إن شاء الله. ده عندنا شيت 4 اللي هو الديزاين، أنت واخد قطاع زي ما أنا قلت كده ومطلوب منك تعمل كومبليت هيدروليك وستركشر ديزاين، مديك كل البيانات اللي مطلوبة وأنت بتصمم. طبعا التصميم ما فيش فيه خطوات محفوظة، التصميم ده تالنت يعني إبداع، أنت بتصمم وبتدفع عن التصميم بتاعك. فبالتالي أنا مش منتظرة إن كل الناس هتختار نفس الاختيارات، يعني اللي هتنقل من بعضها كل واحد يصمم وهيتناقش في التصميم بتاعه، وبعد ما تخلصوا هنعمل يعني زي نموذج للحل، وبرضه اجتهاد مننا إن نقول هو والله ده حل مناسب وبرضه قابل للنقاش. فأنا مش هنزل solved example في الموضوع قبل ما تحلوا، بعد ما تحلوا هينزل لكم الحل بتاع المثال. تمام دكتور؟ ايوه. هو حضرتك البيزن ليفل بيبقى اقل من مسؤول الارض ليه؟ نعم، البيزن ليفل بيبقى اقل من مسؤول الارض او بيساوي ليه؟ انا مش سامع كويس. منسوب يا دكتور اللي هو البيزن ليفل. ايوه بختاره بيبقى بيساوي منسوب الارض او اقل منه او اعلى منه ليه؟ ده بيتوقف على الغرض. يعني انا ما بعمل البيزن ده ببقى عايزه اعمل احتواء وتهدئه للهيدروليك جنب قبل ما تطلع، وممكن ما اعملش، ده اختياري زي ما بعمل كاتوف لفوق او كاتوف لتحت، دي كلها اختيارات تصميميه انت تختارها وتدافع عنها، تقول والله انا شايف كذا عشان كده عملت كذا. لكن لما تديك حاجه جاهزه انت مالكش راي فيها، انت تعمل تشيك عليها وخلاص زي ما هي. تمام تمام يا دكتور. مين احمد محمد كامل جسرها؟ ايوه يا دكتور. ايوه. مين احمد محسن الطحان؟ مين فاطمة طاهر؟ مصطفى قريب. ايوه يا دكتور مع حضرتك. بس في ناس بتفتح وتقفل كتير امبارح اول امبارح وحد بقى فتح الزوم ومشي، فانا خلصت فقعد يشتكي الدكتوره قفلت وانا ما خلصتش وانا ما شفتش، كلهم قعدوا يقولوا له الدكتوره خلصت المحاضره خلاص. فحبيت بس انا مش متعوده اخد غياب ولا حاجه، لان اللي عايز يتعلم بيتعلم واللي مش عايز يتعلم دي اخر سنه لكم تتعلموا فيها وتبقوا طلبه، بعد كده هتتكسفوا تسالوا. محمود عبد الستار دسوقي ابو اليزيد. مع حضرتك يا دكتور. وفاء كامل بوستين. طب اتفضل ان شاء الله السبت الجاي. وفاء كامل ان شاء الله السبت الجاي هنقدم الاكتيفيتي تقديم اولي، نتناقش معاه لو في اي مشاكل، وبعد كده الاسبوع اللي بعده يتقدم تقديم نهائي، يكون الاكتيفيتي اللي بعده نازل ان شاء الله. بعد ما نخلص الهدار هيبقى في يعني زي كويز بسيط كده نشوف ايه اللي انتوا استوعبتوه، يعني هيبقى اونلاين، يعني انا هعمله وتبعتوه اونلاين على طول مش هيبقى في الكليه، بس اشوف انتوا استوعبتوا قد ايه عشان القناطر ثقيله جدا، فأقدر أحدد مستوى الشرح بالنسبة للجزء اللي أنا طرحي بقى عامل إزاي. إن شاء الله أشوفكم على خير. إحنا عندنا محاضرة يوم الخميس ولا ما عندناش؟ عندنا محاضرة الخميس في الكلية ولا ما عندناش؟ إن شاء الله يا دكتور. أيوة في محاضرة. نخلي المندوب بس يكلمني عشان أرتب معي. أستودعكم الله وشدوا حيلكم. المادة مش سهلة بس أنا بحاول أسهلها لكم، فساعدوني عشان تجيبوا تقديرات كويسة وعشان تتعلموا حاجات كويسه. انتوا بتاخدوا خرسانه ولسه هتاخدوا حاجات تانية في السويل، هتاخدوا حاجات كتير وهيدروليكس، يعني بصراحه الكورس ده شامل كل المحاضرات اللي انتوا خدتوها بكده بما فيهم حتى رسم مدني، فحاولوا تستفيدوا على قد ما تقدروا رغم صعوبه الظروف. يعني
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.